طلب المجلس العسكري الانتقالي في السودان من القوى السياسية تقديم مقترحات ورؤى حول المرحلة المقبلة خلال فترة أقصاها 7 أيام تشتمل على شروط ومواصفات رئيس مجلس الوزراء، وما إذا كانت المدة الانتقالية المحددة بعامين كافية أم لا، وشروطهم حول الحكومة المدنية. وتمنى المجلس أن تتوافق القوى السياسية على شخصية قومية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء. وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق والركن عمر زين العابدين خلال حديثه مع القوى السياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم الأحد إن مهمة المجلس الأساسية تتمثل في تهيئة مناخ ملائم لكل الكيانات السياسية للتنافس في جو شفاف دون إقصاء لأحد للخروج من الوضع الحالي. هذا الشعب معلم، علم في 64 وعلم في 85، واليوم بإذن الله تعالى هذا درس وفصل للتعليم أيضا. حرية، سلام، عدالة، تنمية، وحدة، نماء، كل هذه شعارات من ينبذها، كلها شعارات حبيبة وطيبة، لكن تحقيقها لأرض الواقع هو التحدي. تحقيق وتنزيل لأرض الواقع هو الذي يحكم على صدقيتنا ابتداء وعلى منهجنا الذي نقدمه للآخرين. هذا هو التحدي. أنا متفائل جدا أن هذه الأمة بخير، وأن هؤلاء الشباب الذين كنا نظن بهم غير ذلك، أقولها بشجاعة، أثبتوا أنهم وطنيين وأثبتوا أنهم متعلمون.